متابعين لايف وبستقبل ياسمين بربير جنرال مانجر بشركه نسلي. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيك. دائما نسلي عندها مشاريع جديده وبتهم الشباب وبتهم المواهب الكثير بلبنان وبالدول العربيه. مشروع جديد رح نحكي عنه اليوم، شو هو شو عنوانه؟ جائزة نسلي لتأسيس القيم المشتركة، هي جائزة عالمية. نعم، قبل ما نفوت بكيف الناس فيها تترشح على الجائزة، شو الجوائز، خلينا نحكي عن القيم المشتركة، شو هو هالمفهوم يلي عم يتسوق له من خلال هالجائزة؟ تأسيس للقيم المشتركة أو creating shared value هو جزء أساسي من استراتيجية اللي بتقوم عليه إدارة أعمال نسلي بالعالم، وبيرتكز على أنشطة جوهرية تتركز بمجالات محددة كالمياه والتغذية والتنمية الريفية. ونحن من هالشاشة حابين نعمل awareness لكل الراغبين أنه يترشحوا للتنافس على الجائزة العالمية لنسلي للتأسيس لقيم مشتركة لسنة 2016، أنه كيف بيقدموا ومين المخول اللي يقدم، وهذا الشيء اللي حابة أحكيك فيه اليوم. يعني خلينا نقول شو بدهم يقدموا قبل ما نقول مين المخول اللي يقدم. بدهم يقدموا مشاريع معينة، شو لازم يقدموا؟ الهدف نحن نطلب من كل المنظمات الغير حكومية أو الأفراد أو المؤسسات الشاملة أو الاجتماعية أو إيفن التعليمية، إنه إذا عندهم مشروع مبتكر بهالمجالات اللي ذكرتها اللي هي المياه والتغذية والتنمية الريفية، وهالشي من خلال مشروعهم بين فيه نجاح وبأمن الاستدامة البيئية، بنشجعهم إنهم يقدموا ترشيح على الويب سايت اللي بده يظهر على الشاشة، عم يطلع nasle.com/ نسلي سي اس بي برايز. خلينا ياسمين نعطي مثل امثله حسيه، يعني مثلا اذا حدا عنده مشروع يمكن لتخزين المياه بقريه تفتقر للمياه، لا يعني لتنميه الزراعه وتامين المياه طوال ايام السنه، هذا يعتبر مشروع جيد ومطابق للمواصفات، مش هيك؟ طالما اتس تاكلينج ووتر وفي وبحافظ على البيئه، مشروع بيتطور اقتصاديا ومشروع بيعود ببنفيتس للمجتمع والحياه الافراد، ديفينتلي مخول واتس اليجيبل انه يقدمه، وكل الشروط كرمال الترشيح والاستماره موجودين على الويب سايت. وهون بحب نوه باي ذا واي انه سنه 2012 الجائزة اللي صارت بين الثلاثه اللي بالعالم ربحوا، بيناتهم كان في شركه اركونسيال من لبنان، اتس ذا ان جي او، تقدروا عالميا ببرنامج وطني اللي عملوه اللي من خلاله بيأمن الاستدامه للمزارع والزراعه بلبنان. فنحن فخورين جدا بنسل الشرق الاوسط انه من منطقتنا كان في حدا من لبنان، مشان هيك بدنا الكل يأمنوا بمشاريعهم وما حدا يستحي، لانه يس ات از انترناشونال وبين وقتها 74 بلد و634 مشروع ربحوا وتنافسوا على جائزة قيمتها 500,000 فرنك سويسري أو حوالي 525,000 دولار أمريكي. والجائزة هي عبارة عن استثمار الناس اللي بتحطه لنقدر to scale up the project ونوسعه ونأمر استمرارية فيه. يعني كل حدا عنده مشروع هدفه هالتنمية المجتمعية والريفية قادر إنه المشروع يشوف النور أو إذا موجود حتى يتطور من خلال هالمسابقة يلي تأسيس للقيم المشتركة. صحيح، نحن رح نشوف بلاير يمكن بوضح بعض الصورة أكثر وأكثر ومنتابع حديثنا معك. Alright. The world's population is growing. In the future, even more people will need good nutrition and access to clean water and sanitation. Action must be taken to improve rural development. And action starts with bright ideas. Sustainable and financially viable ones. But you know that because you already got one. And you've developed it into a business-oriented initiative. It's already working profitably on a small scale and creates value for society. However, you'd like to make a bigger impact. So, what if someone invested in it? Every 2 years, we invest 500,000 Swiss francs in projects through the Nestle Creating Shared Value Prize. And one of them could be yours. The competition is open to private and social enterprises, as well as NGOs,
Does this sound like you? If so, then you've until February 28, 2015 to submit your entry. See what a difference you can make. And if you win, we will help scale up or replicate your efforts. Visit www.nestle.com/NestleCSVPrize to find out more. يعني معنا ل 28 شهر لكل الراغبين انه يتقدموا بمشاريعهم. بنذكر على الويب سايت اللي عم بيصير الترشيح, صحيح؟ مزبوط, الاستمارات بتتقدم على الويب سايت يلي هلا قدامنا على الشاشه, واعلان الفايزين بيصير نكست يير ان شاء الله بال 2016 بمنتدى العالمي لتاسيس قيم مشتركه لنسله بتعمله كل سنه, وبكون كل اللي موجودين فيه هن المنظمات الغير حكوميه واللي ايضا طعنا بالصناعه والتعليم العالي, حيث بيتم تداول وتناقش مناقشه الافكار حول كيفيه تو فايند الممارسات الافضل لتاسيس القيم المشتركه بالعالم. وهذا الشيء نحن ريلي من آمن فيه ومنشجع الكل تو ريبليكيت, لانه الهدف بالاخر مش بس باني بلانز او استراتيجيز بدنا نرضي المساهمين, بهمنا المجتمع وحياه الافراد لللونج تيرم. نعم, هلا بلبنان ما في اكيد المجال مفتوح للكل. نعم, بس الترشيح للجائزه العالميه بتعملوا فرز للناس ولا لا؟ كل المشاريع بتتقدم لبرا؟ المشاريع هي عم تتقدم جلوبالي كلياتها على الويب سايت. ادارتنا بسويسرا في عندنا خبراء هن اللي بيعملوا الفلترنج. اتس فيري لونج بروسيس, لان ايفن مثلا هذيك السنه 2014 كان في اكثر من 800 مشروع ومن اكثر من 90 بلد, سو ات تيكس تايم. من القصص اللي بيكونوا فلترد بيرجع فيه خبراء ومدققين بيروحوا على البلاد ليتاكدوا انه المشروع مبتكر بيقدر يتطور بيأمن استمراريه اقتصاديه واستدامه بيئيه. اهم شيء البيئه, سستينابيلتي. نعم, المشاريع شركه نسلي, بعد في شيء بدك تزيدي عن هذا المشروع ولا حابه احكيكم عن برنامج نسلي اجيال سليمه؟ هذا اللي بدنا نحكي عنه بما انه خلصنا, وبنذكر الناس اللي كانت 28 شهر هو اخر موعد لتقديم المشاريع عبر عبر الويب سايت, وعم نحكي كمان كل الدول العربيه, يعني الشرق الاوسط وشمال دول افريقيا, دول بالعالم كله. اتس ان انترناشونال برايز. نعم, بالنسبة لل أجيال سليمة, هلا نحن بنسلي ملتزمين على المستوى الدولي بتنمية أجيال سليمة, وعندنا جلوبال بروجرام اسمه نسلي هيلثي كيتس بالكوبريشن والتعاون مع الجامعة الأمريكية ببيروت. سنة 2010 طوروا لهالمنهج, ومن خلاله نحن بنخاطب كل طلاب المدارس بلبنان, بنثقفهم حول الإرشادات كيف الخيارات الصحية بالتغذية, كيف يكون في عندهم حركة ونشاط health wellness, وكمان في مناهج وجولات تدريبية تعليمية حول التغذية مع الأساتذة مع الأهل لحتى نقدر نحارب البدانة يلي عم نشوفها عم من جيل لجيل عم بيصيروا أصغر وعم تكتر ويلي بتعمل health hazards. So هيدا البروغرام كمان نحن فخورين فيه, بلش بلبنان ورجع انتقل بال 2012 للإمارات العربية المتحدة دبي, وبال 2014 كمان بلشناه مع المملكة العربية السعودية. لكن المشاريع ما بتهدى بعتقد كل أشهر السنة. نحن بدنا نشكرك على حضورك ونتمنى. أنا بتشكرك على الأوبورتيونيتي. أهلا وسهلا فيك, ونتمنى التوفيق أكيد لكل يلي رح يتقدموا على المشاريع إن شاء الله. مثل العادة بختام فقرة رانديفو بنكون مع, يعني إذا بدكم اقتراحات لنشاطات ثقافية وفنية عم بتصير ببيروت والمناطق, بنتابعهم سوا عبر الشاشة.